طيب هل دلوقتي المواطنين البروسيس هتكون ازاي؟ الاجراءات هتكون ازاي؟ هنسجل ازاي؟ ايه الاجراءات بالظبط يا دكتور؟ هيتم ان شاء الله فتح الموقع الالكتروني الاسبوع القادم وهيتم الاعلان عن ذلك. المواطن هيدخل على الموقع الالكتروني اللي هيتم الاعلان عن اللينك بتاعه واليو ار ال بتاعه، وهيبدا يدخل بعض البيانات الشخصيه، الاسم، الرقم القومي، رقم التليفون، بعض ايضا البيانات الطبيه او المرضيه خاصه اذا كان بيعاني من امراض معينه، امراض مزمنه او غيرها، علشان على اساسه بيتم تحديد، وسنه طبعا علشان على اساسه بيتم تحديد الفئات الاولى، وطبقا لرقم التليفون اللي بيدخله والمنطقه الجغرافيه اللي هو بيدخلها اثناء له رساله، وبنقول له انه الاول تم تسجيل بنجاح وهنبعت لك علشان تتوجه فين عشان تتلقى اللقاح، وبيتم فرز ده طبقا للكرايتيريا او طبقا للاولويات اللي موجوده، وبيتم ارسال رساله بعد ذلك لمن قام بالتسجيل، لو كان هو من الفئات الاولى على طول بيتم ارسال رساله له فيها مكان موعد تلقي اللقاح ومكان تلقي اللقاح، وكمان بنبعت له زي لوكيشن لاقرب مكان هيتوجه له او عنوان اقرب مكان.